تاريخ هذا التمثال لسنطروق وهو واحد من أهم ملوك الحضر في نينوى يعود إلى نحو 2000 عام خلت. بالإمكان مشاهدة هذا التمثال ومئات القطع الأثرية النفيسة في المتحف الحضاري في أربيل الذي يضم آثارا تمثل حقبا حضارية مختلفة. سوار المتحف بصورة عامة يعني متنوعين، طلبة مدارس، مثقفين، أجانب. أسس متحف أربيل الحضاري منتصف الستينيات ومر بمراحل مختلفة وانتقل إلى أكثر من بناية في أربيل، ويتكون المتحف اليوم من 3 قاعات رئيسة، الأولى تضم آثارا تعود إلى العصر الحجري والثانية إلى العصر الآشوري، والقاعة الثالثة مخصصة للآثار الإسلامية. المتحف الحضاري في أربيل قام ببنائها اللبنة الأولى في منتصف ستينيات القرن الماضي عندما كان في أحد الدور في مدينة المنارة اللي هي قريبة من مجلس الوزراء، بناية مجلس الوزراء أو مجلس أو برلمان كردستان العراق. ومن ثم في سبعينيات القرن الماضي تحول هذا المتحف إلى قلعة أربيل بعد ما قام حكومة العراقية باستملاك الدور التراثية في قلعة أربيل، فكان هنالك الاختيار وقع على بيت جميل أفندي. ويشكو خبراء الآثار والأكاديميون من قلة الاهتمام الحكومي بملف الآثار، مطالبين بالإسراع في إعادة الآثار العراقية التي سرقت وسربت إلى خارج البلاد في أثناء أعمال العنف والحروب التي شهدها العراق. عدم اهتمام باسترجاع تلك القطع الأثرية. لاحظنا في فترة سابقة بأن الملك سنطرق اللي استرجع للعراق كان محفوظ في داخل صندوق طماطة، يعني هذه كان يثير الغضب لدى الآثاريين. أكثر من 800 موقع أثري مكتشف في أربيل وحدها لم يتم فتحها بعد، وتأمل الجهات المعنية في كردستان أن يتم فتحها ودراستها وتصنيفها قريبا وفق خطط تعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية. نتيجة لصغر مساحة قاعات العرض في متحف أربيل الحضاري، فإن آلاف القطع النفيسة محفوظة في مخزن المتحف على أمل أن تتم توسعته بعد تجاوز الأزمة المالية في إقليم كردستان. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.